بآخر مستجدات فيروس كوفيد، رافقني الليلة الدكتور أبو بكر زخامة وهو رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات الخاصة. مرحبا بك دكتور. إذن البداية، بشكون بآخر المستجدات اللي خرجت البارح متاع أيام 13 14 15 و16 أكتوبر، أي أربع أيام التالي؟ إذن التحاليل كانت 15,056 تحليل، أعطاو 5,752 حالة إيجابية لحاملي الفيروس، حتى يصبح العدد الجملي والمؤكد في تونس 40,542. عدد التحاليل الجملية كان 29 إلى حد الآن 297,513. للأسف حالات الوفاة في الأربع أيام كانت 114 حالة وفاة، الله يرحمهم وينعمهم ويصبر عائلاتهم وأهليهم، حتى يصبح العدد الجملي لعدد الوفيات في تونس 626 حالة وفاة. في المستشفيات يقبعوا 901 شخص موجودين لتلقي العناية، فيهم 158 بوحدات الإنعاش و77 تحت التنفس الاصطناعي. نشوفوا رسم البيان اللي من بعده يورينا أنه منذ فتح الحدود 27 جوان 2020 العدد تفاقم حتى يصبح 97% من العدد اللي كان أسبق، اللي هو 39,373 حتى يصبح 40,542. الرسم البياني اللي بعده، اذا تقريبا 2 فاصل حالات اللي موجوده بالمستشفيات وتتلقى في العلاج ما بين وحدات الانعاش والتنفس الاصطناعي، و2% هما نسبه الوفيات من عدد الجملي للحالات المؤكده. الرسم البياني اللي بعده يوري كذلك، اذا باقي ما نعرفوش العدد وحالات الشفاء قداش، لان ماناش قاعدين نتحصلوا عليها، التحاليل مش قاعده تتعمل للناس اللي برات، ايضا بالنسبه للناس اللي مازال عندها فيروس كوفيد، يعني مازالت حامله للفيروس بعد التاكيد. 40,542 هو العدد الجملي، 5,752 هم عدد التحاليل الاخيره للاربع ايام اللي فاتت 13 14 15 16 اكتوبر. الرسم البياني اللي بعده يوري عدد المقيمين هما 901 في تصاعد كبير، وايضا بوحدات الانعاش 158 شخص موجود لتلقي العنايه. عدد الوفيات 114 اللي هو في الاربع ايام اللي قلنا عليهم، حتى يصبح العدد الجملي 626. اذا اجمالا نشوفوا معناها فين، نشوفوا الرسم البياني اللي بعد هذا وهو يحوصل عدد الوفيات 626. عدد الناس اللي بالمستشفى هما 901 حاملين للفيروس ويتلقاو العلاج لانه حالتهم متعكره، منهم 158 بالانعاش، 77 تحت التنفس الاصطناعي، والعدد 40,542. مرحبا بك مره اخرى دكتور ابو بكر زخامه. والبدايه باش تكون ربما بجواب السيد رئيس الحكومه البارح مع الحوار اللي قام به بالوطنية الأولى مع صديقنا شاكر بالشيخ، نقال كيف باش توصل وقت اللي ما عادش فما أماكن شاغرة بالمستشفيات العمومية، باش يقع الالتجاء إلى المساحات الخاصة، واللي ما يستجيبش لهذه ربما الوضعية سيعاقب ب معناها بتسخير او تحديد معناها اجراءات اخرى اكثر شده، معناها يقع القيام بها. سؤالي هو باي اليه باش يكون هذا التعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ يعني هل باش يكون على حساب الدوله فقط، وهل سيتقاسموه اصحاب المساحات والأطباء اللي باشوا في المرضى في المساحات الخاصة، وإلا باش يكون فورفيتير؟ ماذا بينا نعرف معاك بطبيعة سيادتك رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات الخاصة، أكيد أنه الحلول موجودة لكن الإرادة وقتاش، والتطبيق على أرض الواقع وقتاش باش يكون، قبل ما نخوض في مواضيع أخرى معك. شكرا عواطف على الدعوة. مرحبا بي. أولا حبيت نقول أن تصريح السيد رئيس الحكومة البارح في إشارة طمأنة هامة برشا لازم نعتبرها. أولا أنه يقول للتوانسة احنا قادرين باش نستقبلكم ونعالجوكم في القطاع العمومي، ولكن حتى إذا اقتضت الحاجة والقطاع العمومي يلقى طاقة الاستيعاب نتاعو
ولا تصعيبة، احنا القطاع الخاص على الذمة. هذا المساج الاولاني على السيد رئيس الحكومة، انا اهد به. المساج الثاني هو واللي يهمنا اكثر، هو انه هو اكد لابد ان يكون هناك تكامل بين القطاع العمومي والخاص، هذه نقطة هامة. والنقطة والمساج الثالث اللي نقراوه احنا بطبيعة من نهاية الصحة، انه هو الاعتراف مشكور من سيادته بدور القطاع الخاص في المنظومة الصحية. أكيد هذا شيء هام. احنا من بداية الجائحة احنا عبرنا على استعدادنا، المصحات عبرت على استعدادها بالقيام بالواجب نحو المواطنين. هذا هو، ما فيش حتى شك. هذا التشارك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، والإنيشيتيف كانت من الأول من شهر أفريل، أنكم فتحتوا المساحات والمساحات الكل فتحت أبوابها وكانت قابلة أنها ومهيئة أنها تقبل الناس المرض. لكن في الوقت هذاك ما كانش فما مرضى، وربما المساحات سخرت تستنى في الناس اللي باش تصير فيها الجائحه، وكما شفنا البلدان الاخرين معناها يكون العدد متفاقم كما شفنا فرنسا وايطاليا، لكن هذا ما صارش والحمد لله. اضطرت المساحات انها بعد ما سكرت اقسامها وهيئه كل الاقسام لتلقي هؤلاء المرضى واعطاهم الخدمات الصحيه، عندكم الحق معناها رجعتوا يجيكم ترجعوا تخدموا بعد التسكير اللي تسكر ايتو. اليوم هالكوبيراسيون بوبليك بريفي وهالشراكه ما بين القطاع العام والخاص، هل عندها اليات؟ انتم كي قالوا لكم هكا زيد، هل عرفتوا ان سيغتان مومون اصحاب المساحات وقت اللي 18 وقع جمع هذه الاموال، قالوا احنا ما حطوناش في الكنيوت هذه، ما قراوناش حساب القطاع الخاص، قالوا 18 ماشي كان القطاع العام. هوني تغيرت برشا معطيات. كيفاش اليوم باش تعاود ترجع؟ هل نجموا نرجعوا للكاز دو ديبار، نرجعوا للسيتواسيون دافريل والقرارات اللي وقع اتخاذها معناها من طرف اصحاب المساحات الخاصه والناس اللي تشتغل في القطاع العام؟ هي المساحات الخاصه كما قلت لك هي داخل المنظومه الصحيه وهي على ذمه وزاره الصحه. احنا بطبيعه عملنا عديد الاجتماعات وحبينا نعرف كيفاش نجم نتعامل وكيفاش نجم نتكامل، ومن البدايه كانت بتخصيص اسره الانعاش. أنا في البداية القطاع الخاص خصصنا تقريبا 150 سرير للإنعاش و 350 سرير معناها لبقية المرضى. اليوم في الوقت هذاك، سامحني، في الوقت هذاك إلى حد قبل الجائحة الثانية معناها لا ديزيام فاغ اللي احنا تو عايشينها، المساحات تكاد تكون فارغة خاطر ما ثماش مرضى من الكوفيد، وهي تلزت باش معناها بدعوى اللي احنا لازم نكونوا مستعدين لقبول مرضى الكوفيد. معناها عملنا لو سيركوي كوفيد وخصصنا الاقسام اللي هي تكون جاهزه لهذا، زاد الاعوان الشبه الطبيين زاد جاهزين. قعدنا تقريبا 4 أو 5 أشهر معناها لا شيء يذكر، ما ثماش خدمه، الحمد لله ما ثماش مرض. ولكن اليوم نقتقل المساحات تقع روحها في ازمه ماليه حانقه، بحكم انها حتى الامراض العاديه ما ثماش، والمرضى بطبيعه ثم خوف من المستشفيات وخوف من المساحات على قدر سواء، وبالتالي كل من الامراض اللي هي تجم تستنى، الجراحه اللي تجم تستنى كلها منها بطبيعه ما ثماش. اليوم قدام الوضع اللي احنا عايشينه وتدفق منها الحالات، المصحات فتحت ابوابها للمرضى الكوفيد، وحتى طاقه الاستيعاب عملت جهدها باش طورتها. أسرة الإنعاش تقريبا نوصل 200 سرير، معناها تقريبا قارب القدرة الموجودة في القطاع العمومي. بالنسبة العمومي فيها 190 اليوم، وآخر الأسبوع باش يولي فيه 230 تقريبا، نتقاربوا ما نبعدوش. إذا هي الطاقة موجودة، القطاع الخاص على ذمة بطبيعة وزارة الصحة على وزارة ملاها. اليوم عندنا 158 في الإنعاش. نعم برشا، كثير والعدد قاعد يتزايد، ماهوش قاعد باهي. كيفاش باش تتعامل؟ تقول 158 راه قطاع عمومي وخاص، قطاع عمومي، خاطر احنا اليوم كل مصحه الا تستقبل الامراض الكوفيد. يعني كي تحسب الزوز تلقى 230 اخر الاسبوع مثلا. لا 158 تطلع 500. لا فهمتني، سامحني. العدد اللي قلت عليه تفضلت به 158 في الانعاش هو ما بين العمومي والخاص. صحيح، اي نعم. لا نحكي لك على طاقة الاستيعاب اليوم تقريبا. نعم. عندنا 600 ما بين القطاع العام والقطاع الخاص تقريبا. اليوم اذا كان الله لا تقدر باش تتفاقم اكثر العدد ونشوفوا فيها في التصاعد، معناها كيفاش باش تتعاملوا ماديا مع الاحاطه الطبيه بعد الديكلاراسيون تاع البارح؟ احنا رانا ما عندناش اشكال في ذلك.
يعني تقبل ما يخلصكمش ما تخلصكمش ليتا، تقبل انه الكنام ما ترجع لكمش فلوس اللي نعرفوا تتكلف تقريبا ما بين 2 ملايين و500 و300 ليله الانعاش 3 ملايين. احنا يلزمنا نفهموا بعض، احنا السياسات الصحيه هي موجهه للمريض وليس موجهه للمؤسسات الصحيه. احنا الهدف نتاعنا باش نعالج المريض. صحيح. احنا المريض له كلفه في المستشفيات. صحيح. احنا قلنا والسيد رئيس الحكومه عبر على هذا الكلفه اللي هو باش يتحملها الدوله بالنسبه للمريض في العمومي باش تتحملها في القطاع الخاص. معناها احنا ما عندناش راي في هذا. انا الكلفه اللي باش يحددها القطاع العمومي معناها وزاره الصحه احنا باش نقبلها بالطبع. احنا نحبوا نساهموا ان ابناء تونس هذوما لهم حظ في القطاع الخاص. اكيد. واحنا القطاع الخاص الناس كل لازم تاخذ نفس الحظ في العلاج. نعم. واحنا الاموال هذه التي رصدت ولا هي تبرعات هي ماشي لفايده المريض مش ماشي لفايده المؤسسات الصحيه. اذا نحن نصرفها على المريض. باهي، خليني نقولها اوترومون. اليوم شخص تونسي مرض بالكوفيد واستوجب ارقاده في الانعاش. يتكلف عليه هو 0 مليم، نعرفوا يتكلف على المجموعة الوطنية ويتكلف على وزارة الصحة ويتكلف على الدولة. هو نفسه الشخص هذا ما خيرش يمشي للمستشفى، مشى للمساحة الخاصة، يدفع كوسيون تنقولوها بعد مع بعضنا وصلت حتى 25 مليون وشوف قديش معناها من بعد شنو الزايد عليك ال 25 مليون، معناها اللي يتكلف 0 في القطاع العام يتكلف ما بين 30 و45 مليون في القطاع الخاص. كيفاش باش انتوما مع الظروف اللي نعيشوا فيها اليوم مع العلم انه سختمامات سكرت سبيطارات وقالوا ما نجموش نقبلوا ربما على خاطر سرت الانعاش ما كانش فيها خاطر سرير الانعاش مش سرير برك لو سرير وناس معاه معناه يلزم بيرسونيل بتيتر سيتي با وقتها حاضرين الناس باش يتقبلوا مرضى. ايضا في نفس الشيء صار سور بوكينغ في المستشفى في المساحات الخاصه سور بوكينغ فيهم انه ما عادش يقبلوا سختمامات سكرت فما طب ما لقاتش فين ترقد. في ظل هالظروف هذه كيفاش اليوم باش تتعاملوا؟ نعرف انتم عندكم الحق عندكم تكلفه تتكلف على المريض بالنسبه للانعاش. وكما قلت انت اللي عنده فلوس باش يمشي خلص، لكن اللي ما عندوش واليوم تتكفل به الدوله كيفاش باش يقع العمل؟ هل اليوم الكنام مستعده مع الظروف اللي عندها ومع المديونيه اللي موجوده بالمستشفيات؟ هي قابله باش تاخذ لا بريز اون شارج كيما واحد يمشي يعمل يحط رسور في قلبه. تاخذوا بريز اون شارج الدوله وقت يكون عنده لا بي سي. هل اليوم الكوفيد في ظل انه لليوم ماهوش فيه استرجاع مصاريف كوفيد بصفه عام لا قطاع عام ولا قطاع خاص؟ وفي تدخلك عواطف في برشا جوانب برشا جوانب اسئله في سؤال واحد. انت عندك التجربه وتعرف كيفاش يتعاملوا معناه نتعاملوا استرجاع. نعم. المصاريف راهو فيه كلفه راهي الصحه فيها كلفه. نعم. كسوسو على المريض كسوسو على صاحب المؤسسه. نعم. حبيت نقول لك اللي قلت انت في المستشفى صفر كلفه وفي المصحه عدد من الملايين في المستشفى ثم شكون يدفع ثم كلفه في المستشفى يدفع فيها اكل اللي خلى بقته للكوفيد وقال انا عندي عمليه على ساقيته نعملها بلوتاغ وهو يدفع في الكوتيزاسيون. لا اي معناها ثم كلفه هي ثم كلفه في العمومي والكلفة أكد لك أن الكلفة هي موجودة في العمومي هي نفس الكلفة الموجودة. نعم. في القطاع الخاص ما تفترقش بالكل ولكن البيور في القطاع العمومي هي الدولة الدولة ثم المريض شكون يدفع لي في القطاع الخاص مالوغوزمون المريض يدفع لنفسه. صحيح. وهذه إشكالية احنا تو في الكوفيد نخرجوا ما نقعدوا في الإطار الكوفيد الكوفيد وأنا كان من المؤمل أن المريض الكوفيد ما يتحملش من المصاريف العلاجية. أن الدولة تاخذ على عاتق الناس الكل. تاخذ على عاتقات وإن كانت هناك إمكانيات. تو الوقت الحاضر الدولة قاعدة تاخذ على عاتقها ولكن هذا مش كافي. احنا من الشيء اللي نتمناوه باش الكونفلي بين كلينيك بين بريفي وبين العمومي يتنحى اون فوا بور توت هو ان لا ريفيزيون تاع الفينونسمون دو لا سونتي المشكل الكل هو في هذا اعاده تمويل النظر في سياسه تمويل الصحه هذا هو الاشكال. احنا ماناش كيما اوروبا القطاع العمومي القطاع الخاص ما ثماش اشكال هذا خاطر ثم امبيور بور لو مالاد كونتي خاصه وقت اللي يطيح به معناه يقع امراض اللي هي مش حاططها في حسابه
وبعدين يلقى نفسه مجبر باش يدفع اموال كبيره ياسر عليه، لازم ثم شكون اللي هو يدفع عليه. اذا هذا هو الاشكال. احنا توا بقرار السيد رئيس الحكومه مشكور بعث رساله طمأنة، معنا طمن التوانسه في صوره ما ان الطاقة استيعاب نتاع القطاع العمومي تكون ديباسي، القطاع الخاص راهو على ذم على ذم على ذمتهم. واحنا هنا ناكدوا في بحذاك ان باش تقرر الاداره من وزاره الصحه بالنسبه للكل فاحنا قابلينه. احنا معناها كان الدوله تقرر انه فوغفيتير، تقول لك مثلا العشره مرضى اللي باش نبعثهم لك انا اللي ياخذ اكثر دويات واللي كلهم تحسبهم قد كل مثلا شخص 10 ملايين ما عندناش مشكله 100 مليون مثلا هذا فوغفيتير، والا الكلام كيف كيف الدوله بيان سور تقول لك انا نرجع مصاريف اعطيني قداش دويات وقداش ليله انعاش وكل شيء وانا نرجع لك تولي هي تقيم. هل هذا ينجم يتعمل غابيدمون؟ احنا راهو في كريز ماناش في حاله عاديه، معناها القرارات هذيا ما يزمهاش امر وقرار ومجلس نواب ودنيا، معناها هذا الكل قادرين ان نعملوه ونوفروه توا كسوسوا الحكومه كسوسوا انتم اصحاب القطاع الخاص. بالنسبه للكلفه الوزاره قامت بالعمل وعندها السيناريو الاستيماسيون تاع الاستيماسيون حاضره فهمتني على ضوء بطبيعه الاستيماسيون الموجوده في العمومي. بالنسبه للكنام، الكنام هي بيدها ما نظنش كان الكنام تكون هي قادره اليوم باش تاخذ اون شارج لمرض كوفيد، هذا شيء أراه أنا مستحيل. صحيح. مستحيل. أنا عضو في مجلس الإدارة ونعرف أن الكنام هي بيدها تعاني من استخلاصات أكثر من 4000 مليار اللي هما ما دخلوش الكاسة نتاع المليار. صحيح. بحكم الظروف الصعبة نتاع الصناديق الاجتماعية. إذا أنا ما نتصورش. شنو الحل؟ معناها كيفاش حسب رأيك كيفاش يصير في نص الحل عند الحكومة. الحل عند الحكومة ونتصور أن الحكومة عندها عن 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 وأنت عندك تجربة شنو تنجم تقترح عليها الحكومة؟ عندها حلول من 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 الإعانات الدولية من عند كذا موجود. 18 كان مازال فيه نجموا يعطيو من 18 وغيره حتى ما غيره تم الإعانات الدولية اللي هي متوفرة ولا هي منظمة العالمية للصحة أو نعم هي معناها عليهم هما انهم يلقاو التمويلات اللازمه لهذا، خاطر المكلف في هذا هو المستهلكات. صحيح. المستهلكات الطبيه هي المكلف مش الاقامه احنا نعملوا مجهود بس نحددها في مستواها الادنى، ولكن المستهلكات الطبيه خاطر تشريها بالحظر ومجبور باش تخلصها في يومها. اي بي عندك زاد البيرسونيل معناها الاطار الشبه الطبي اللي اليوم نشكروه مناسب باش نشكروه خاصه اللي خدم في الاسباس كوفيد، ولا هما في البدايه كنا لقينا صعوبات معاهم، صعوبات كانوا متخوفين وهذا شيء طبيعي، ولكن اليوم بالحوافز اللي عطيناها لهم بالرعايه وخاصه الصيانه اللي لازم يستهلكوها اللي يستحقوها هو الحمد لله اليوم قايمين بالواجب. ولكن غدوه احنا طاقه الاستيعاب ممكن تكبر واحنا في حاجه قاعدين نحضروا حتى نحضروا في الاطارات اللي هي مش قاعده تخدم في الكوفيد، قاعدين نحضروا فيه باش غدوه راهو الناس الكل راهي معنيه بهذا الموضوع. ومعنيه ايضا بالسيتياسيون اللي جايه مازلنا في الكريز. نعم. اذا بين الايام المقبله هي باش تقول لنا كيفاش بتصير عمليه ان شاء الله خير ان شاء الله خير عمليه التمويل وعمليه استخلاص هذه المصاريف اللي باش تصير كان القطاع العام يبعث للقطاع الخاص والتعاون كيفاش باش يكون. نرجع معاك للحاله اللي نعيشوا فيها احنا اليوم. فما تجاوزات على مستوى مخابر التحاليل، فما تجاوزات على مستوى بعض المساحات مش الكل، فما تجاوزات على بعض ومن طرف الأطباء. نعرفوا فما برشا أطباء هما اللي يهزوا المرضى نتاعهم للمساحات الخاصة، يقول قايل المساحة الخاصة أنا يقول لك أنا ما عندي حتى دخل، هذا أقر به طبيب وهو اللي قرر يدخل في الإنعاش، ولا هو اللي قرر يقعد في سرير أكسجين كهو، ولا هو اللي قرر أنه يعمل عملية على القلب في نفس الوقت معالجة كوفيد بنفس معناها بالبروتوكول اللي معمول به. في ظل هذا الكل وفي ظل ربما حيرة المواطن التونسي، ساعات إنسان يمرض ولا يشك في نفسه ما يعرفش حتى فين يمشي وشنو يعمل ويخاف لا يكون أغنى كي من هذا ونك. أين هي النقابة في هذا حتى ربما تعدل هالليزابيو هذوما باش تردع وما تخليش التجاوزات تصير؟ ابخي تو هذا معناها هذه حاله جائحه وهذه صحه معناها اومانمون معناها ما نستغلوش ناس مرضى بوغ فيغ دي فوس فاكتور ولا نعملوا معناها تجاوزات غيان كو باش اون سو غاتراب ولا نرجعوا للمخلدات نتاعنا خاطر ما خدمناش عندنا 4 شهور. هذا عيب، هذا ما يلزموش يصير في دوله كيما دوله كما تونس اللي فيها كفاءات وتسخر بالكفاءات وتسخر زادة بعطاء الناس والناس تعطيك.
أما كون صادق نعطيك، كون صادق نعطيك من دمي ومن لحمي، أما باش تتخوبث ولا باش تتجاوزني وباش تربح أموال على حساب صحتي، حتى حد ما يرضاها دكتور. راهو النقابة عندها دور في هذا، والنقابة هي ضد كل هالممارسات. كان في ممارسات، هي الممارسات حتى كي تكون منها واحد في الألف احنا يأثر فينا ويقلقنا، صحيح. يقلقنا خاطر منها احنا تقول انت ان سيكتور نوبل، خاطر لا سونتي وقت نعطيو الصحة للمواطن راهو سي ان سيكتور نوبل، يوني كريتيكي على فوت وني با وما يحاسبوناش على النجاح، يحاسبونا على الغلطة. وذاك ديما نقول لهم راهو احنا راهو كيما الديكتي، معناها الغلطة هي اللي تتحاسب عليها وهي اللي تتشهر وتمس كل الفاعلين في هذا. إذا احنا في وقت ما لتفادي المشاغل الذي عملنا وقتها وكانت ناجحة، عملنا اتفاقية مع منظمة الدفاع عن المستهلك، وكل الشكاوى اللي تمشي منظمة الدفاع عن المستهلك ترجع للنقابة ونعالجها واحدة بواحدة. وكنا ان شاء الله الاكسبيرينس هذه نعاودوها، التجربة نعاودوها مع منظمة الدفاع عن المستهلك، خاطر ما يساعدناش احنا المريض نحب يدخل، احنا دخلنا في في نظام الجودة الى كريديتاسيون، وتو ان شاء الله من هنا لاخر العام عندنا مصحات اللي هي باش تكون معناها معتمده. والاعتماد راهو فيه معناها الاخلاقيات اولا، وفيه معناها ضمان الصحه للمواطن بكل ما مقوماته، خاصه معناها لا سيكوريتي توتال معناها بور لو باسيون. اذا هذا كله يهمنا برشا، احنا قاعدين نشعوا على العالم، وتونس هي الوجهه الاولى توا في الوقت الحاضر في على مستوى افريقيا، الوجهه الاولى بالنسبه للسياحه الطبيه. اذا لازم نكونوا في المستوى هذا، فو لو ميريتي اون بو لو ميريتي كو لوسك اوني او سيرفيس دو مالاد. لو مالاد هو تقول انت القانون نتاعنا. كيف تعاملتوا معاهم؟ اولا بالنسبه للشكايات للتجاوزات، انت حكيت على البي سي ار، البي سي ار بطبيعه احنا ماناش معنيين بالموضوع هذايا كمصحات. فما مساحات فيها مخابر تحليلها، فما مساحات فيها مخابر، والمساحات اللي فيها مخابر معناها الوزاره خرجت وعبرت الا ما ثماش معناها تجاوزات على مستوى المساحات هذه. بالنسبه للمخابر مانيش مؤهل بطبيعه باش نعطي راي فيه، انا دكتور بليبش ممكن يكون عنده معطيات اكثر مني انا، ولكن لا نسمح ب وحتى حد ما يسمح، خاصه معناها النقابات، خاطر النقابات احنا مهنيه بطبيعه ندافعوا على القطاع، ولكن ندافعوا اولا على المريض، انا الحريف نتاعنا هو المريض، هذاك هو لازم يكون في اهتمامنا. اذا المصلحه الاخرى تكون وراء، حتى كي مش نتخلى على بعض الحقوق ما يسالش، ولكن المريض لازم يخرج فرحان، خاطر المريض كي يدخل حاجه نحب نوضحها، ان بالنسبه للمصاريف اللي هي تصير في المساحات راهو لو سول اوردوناتور دو سوان هو الطبيب. روت مساحه ما عندها حتى دخل، ما تنجمش تدخل المريض تقول عمل له سكانير ولا عمل له كذا، الطبيب على دوموند دو ميدسان، سي لو ميدسان تريتون اللي هو عنده بطبيعه لوتوريتي باش هو يدوموند لي زيكزامان اللي هما في صالح هو المخول، هو المخول الوحيد، ما ثماش غيره. اذا كان ثم بعض الاشكاليات وثم شويه خلط، علاش رقد في الانعاش، علاش ما رقدش في مكان اخر، هذا راهو ساعات يرقد في الانعاش وما يلزموش يرقد في الانعاش، هذا الطبيب هو الوحيد، ولكن لازم نكون نستثيقوا في الطبيب، خاطر الطبيب وقت يقول يرقد في الانعاش والفاميلي يظهر لها لو موش في حاجه، يظهر لي معناها نسالوا الطبيب، نسالوه علاش، واكيد الجواب يلقاه موجود عند الطبيب. صارت في مساحه انه قالوا لهم راقد في الانعاش وما ينجم يطل عليه حتى حد، وهو اتضح من بعد انه مش في انعاش، في غرفه عاديه وعنده كان اكسجين فقط، وذي ربما معني على التواصل الاجتماعي خرجت حتى لي فاكتور، وظهر لي وقع معناها وقع لفت النظر، وقع ربما فما تدارك بالنسبه حتى للعائله. اليوم كيف يجيك حد ويقول انا عندي بون، عندي مستوى معين معناها من المال اللي عنده ينجم يخليه يمشي يداوي، كيف انسان تفوت الفاكتور نتاعو، وكيف انسان يجيك موجوع ويفهم اللي لا كوتيزاسيون فيها 25 مليون، هل بالفعل 25 مليون مش ترو ابوزي، معناها 10 ملايين 5 ملايين 15 نجم؟ لا مثلا اني با ديريكت، شوف هو فماش ريغل، علاش ما فماش ريغل؟ تو كيما نوحدوا 909 و210 التحليل نتاع البي سي ار،
هو 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 سمحني المريض وقت اللي يجي للمصحة يجي برسالة من الطبيب متاعه، وفي الرسالة فيها بحجم الـ 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 الخدمات الصحية، الخدمات اللي هو باش يدخل عليها. وفي الـ في الـ في القبول ثم تقول انت كل استيماسيون تاع كلفة تقديريه، كل فتره تقديريه يستحق النعاش، ولا باش يعرف المريض علاش قادم على الاقل. باش احنا الاشكال ما نحبوش المريض يتباغت بعد اللي في الاخر بكلفه معينه هو مش حاضر لها. ما صارتش مشاكل الناس كل تخلص تو اللي جاتكم على تنجم توقع بعض المشاكل، ولكن ما ثماش مصحه في وقت ما ما عاونتش المريض بالتقسيط بالتخفيف. من الاطباء زاد مشكورين ساعات ما يتخلاو على اتعابهم اللي بعد، ما ثماش مشكله ما تحلتش. أنا نرى شيء مبالغ فيه، صحيح يقلقنا خاطر المريض كي يدخل وهو موجوع وتطلب عليه فلوس يقلق خاطر فهمتي. سي لي بروسيدور كانوا من قبل. لا بيرسيبسيون معناها، ولكن لا رياليتي سلا، خاطر معناها لو سول فينونسور دو سوا هو المريض مالوغوزمون في بلادنا. إن شاء الله نوصلوا نهار كل فينونسور يكون أوتر كل مالاد، باش معناها الإشكال يتنحى وتكون الثقة تكون من كيما شكون مثلا مش لو مالاد في البريفي. Les assureurs, le financement des services de santé. خاطر توا احنا في عظيم كثير من الدول ثم ديزاسيورونس كي برون شارج تو، وانا المريض ما يختارش توا. ثم حتى في تونس عاملين ديزاسيورونس معناها اللي هما ينجموا يداووا بهم حتى في الخارج، وما يخلصوا شيء. اذا ان شاء الله نوصلوا احنا لمنظومه على الاقنام ان شاء الله تطور. احنا توا مع الكنام عندنا علاقه معناها قديمه مع الكنام، احنا من المؤسسين للكنام. ان شاء الله الكنام معناها ظروف مش مناسبه، ولكن ثم نيه على الاقل في فتح الافاق مع الكنام اللي ارحب بالنسبه للمواطنين. في الوقت اللي تبقى لنا شويه نعاود نرجع للتعاون اللي باش يصير ما بين الله لا تقدر تتفاقم الاوضاع ويصبح الفروشات تكون معبيه في القطاع الخاص. أنا نعرف اللي هي أيضا معناها معبية في القطاع، عفوا في القطاع العام، نعرف اللي هي معبية في القطاع الخاص اليوم. كيفاش باش تتصرفوا المساحات اليوم إذا كان أكيدا باش تخلي فروشات على ذمة الدولة، معناها على ذمة طلب وزارة الصحة مثلا أو رئيس الحكومة أو الدولة بصفة عامة، معناها يطلبوا منك أن راهو ما عادش عندنا فروشات في الشاغرة، تقبل لي 3 ولا 4 مرضى. هل باش تخصصوا اماكن باش تقسموا معناها الفروشات اللي عندكم في المساحات، ومعناها تحضروا رواحكم لانه هذه بريباراسيون تاع كريز معناها. هذا حكينا فيه هو كل شيء مش اعتباطي راهو حكينا فيه. وفي البدايه احنا باش تكون المطلوب وعلى الاقل نخصصوا 15% من الكاباسيتي بالنسبه لعنا تكون على على على, على على ذمه وزاره الصحه. والنسبه هذه تنجم تتطور بحكم بالطبيعه ليفوليسيون معناها التطور الوبائي. اذا احنا الا باش كان لازم معناها حتى كان الله لا يقدر كما قلت انت ان شاء الله ما نوصلوش حتى كل مصحاتنا تكون معناها تستقبل كان مرضى الكوفيد. معناها ما نجموش نخليو المرضى تموت. يعني فما امكانيه اغلاق بعض الاقسام اللي هي افواه تنجم تصبر كما صار في العمومي. في العمومي معناها تسخير من السيد وزير الصحة برشا أقسام اللي تسخرت، وتو في العموم طاقة الاستيعاب أنا كبرت بالتسخير بعض الأقسام في كل المستشفيات. كل المستشفيات العمومية تو تستقبل منها مرضى الكوفيد. احنا زيادة كان المصحات مش بكلهم، ولكن المصحات الهامة اللي هي عندها 60 سرير وأكثر هي قادرة بطبيعة باش تساهم وباش هي تواكب مجهود الدولة في هذا المجال. هل هي منظمة اليوم باش تنزلوا على فلسة؟ راه ما عندناش وقت، الله لا تقدر كان تصير لنا في 4-5 أيام ولا من هوني لاخر اكتوبر، معناها لازم تنزل على فلسه كل شيء يخدم. كل شيء خاطر الشيء ساهل. الفروشات فارغه ديسبونيبل، لي زومبيلونس موجودين. احنا الشيء الهام البيرسونيل موجود. بيرسونيل مش قلت البيرسونيل، هو البيرسونيل قاعدين نحضروا فيه وقاعدين نكونوا فيه، خاطر قاعد الامور لازم تكون استباقيه، ما لازمناش نتباغت غدوه انما نقاش البيرسونيل ولا نقاش. احنا البيرسونيل نتاعنا في المصحات قاعدين نكونوا فيه وقاعدين زاد نعملوا حتى اللي يخدم في الكوفيد الاسبوع هذا يهبط يمشي قسم اخر ويطلع من فريق اخر، باش الناس الكل خدموا الكوفيد، الناس الكل يعرفوا شنو هو الكوفيد وتنحى لهم الخوف. الخوف يتنحى. احنا الحاجه الهامه حاجه نحب ناكد عليها، احنا المرض هذا في الاول تباغتنا وكنت منها ما عندناش درايه فيه حتى على مستوى الكشف وعلى مستوى حتى العلاج. توا معناها المرض انا خبره الحمد لله حاصله كافيه باش الكشوفات نتاع والتشخيص معناها سهل
سهل والبروتوكول ثيرابيتيك زاد معنا واضحين، والحمد لله قاعدين عندنا نتائج من طيبه، نتائج طيبه حتى بالنسبه للامراض في الحالات اللي كانت قبل في افريل وكانت تموت، تو قاعده تنجح. اذا معنا ثم خبره وثم احنا نفرح، احنا كل يوم معنا فرحه، كل يوم معنا مرضى يخرجوا يروحوا. هل نقص العدد التعريفي؟ ما نحكيلكش على المرضى اللي هم في الاكسجين، هذوك طبيعيا فهمت عديد، ولكن ثم فيهم حالاتهم تتعكر ويمشيوا. حسيت اللي عدد الوفيات بالرغم اللي هو قاعد يتزايد انه نقص، ما عادش اليوم ما عادش خاطر البروتوكولات تبدلت زاد نتاع العلاج، راهو يعني باش ما نحلوش لي بومون والامكانيات، حتى الامكانيات حتى قبل احنا تو المرض هذا شنو يطلب، هو فقر في الاكسجين. كيفاش نوصلوا له الاكسجين؟ بالاليات اللي عندنا بالسورس بالوحده اللي عندنا ما تفوتش 10 لترات ما تنجمش تعطي اكثر. ولكن وقبل شكون نعملوا؟ ما نجموش يمشي للتنفس الاصطناعي، وهذا هو الصعيب. كان وصلنا للتنفس الاصطناعي نسبه النجاح تقل بكثير. كيفاش التنفس الاصطناعي نحاولوا نتفاداه باليات اخرى؟ ثم تجهيزات اخرى اللي هي تمكنك باش تعطي المريض 30 و40 و50 اترا. هذوما التقنيات بصدد العمل بهم خذيناهم جدد، خاطر عرفنا شنو معناها المرض، شنو المطالبات، والحمد لله معناها قاعدين ننقذوا في برشا مرضى. شكرا جزيلا لك دكتور بوبكر زخامه، رئيس الغرفه النقابيه الوطنيه للمساحات الخاصه، على قبولك الدعوه وحضورك معنا. هكا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا، الى اللقاء.